نلاحظ اللوجيك دايجرام للبي سي دي دوتسيمون ديكودر with active high output. لدينا 4 inputs line للديكودر، لدينا 10 outputs line للديكودر. تلاحظون انه كل output هو يمثل لنا decimal digit، كل decimal digit هو output لبوابة AND. احد هذه الاوتبوت يكون active high اعتمادا على الكومبينيشن bits التي يتم وضعها على الانبوتس لاين للديكودر. اذا كان لدينا الكومبينيشن bits 0 0 0 0 على الانبوتس لاين للديكودر، بما انه الصفر صفر 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 هي الباينري كود الديسيمال للديسيمال ديجيت صفر، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت صفر راح يكون اكتيف هاي، وبقيه الاوتبوت راح تكون لو. اذا كان لدينا الكومبينيشن بيتس صفر 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 واحد على الانبوتس لاين للديكودر، الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت واحد راح يكون اكتيف هاي، بقية الاوتبوت راح تكون لو. اذا كان لدينا الكومبينيشن بيت 0 1 0 1 على الانبوت لاين للديكودر، بما انه 0 1 0 1 هي الباينري كود الديسيمال الديسيمال ديجيت 5، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 5 راح يكون اكتيف هاي، وبقية الاوتبوت راح تكون لو. اذا كان لدينا الكومبينيشن بيت 0 1 واحد واحد على الانبوت لاين للديكودر، بما انه الصفر واحد 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 هي تمثل لنا الباينري كود الديسيمال للديسيمال ديجيت 7، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 7 راح يكون اكتيف هاي، بينما بقيه الاوتبوت تلاحظون تكون لو. اذا كان لدينا الكومبينيشن بيتس واحد صفر صفر واحد على الانبوت لاين للديكودر، الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 9 راح يكون اكتيف هاي، وبقيه الاوتبوت راح تكون لو. تلاحظون بالبي سي دي تو ديسيمال ديكودر وذ اكتيف هاي اوتبوت، احد الاوتبوت راح يكون اكتيف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر، بينما بقيه الاوتبوت راح تكون لو. نلاحظ اللوجيك دايجرام للبي سي دي تو ديسيمال ديكودر وذ اكتيف لو اوتبوت. لدينا 4 انبوتس لاين، لدينا 10 اوتبوتس لاين، احد الاوتبوتس يكون اكتيف لو اعتمادا على الكومبينيشن بيتس التي يتم وضعها على الانبوتس لاين للديكودر، بينما بقيه الاوتبوت تكون هاي. تلاحظون اذا تم وضع الكومبينيشن بيتس 0 0 0 0 على الانبوتس لاين للديكودر، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت صفر راح يكون اكتيف لو قيمته صفر، بينما بقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها واحد. اذا تم وضع الكومبينيشن بيتس صفر واحد صفر صفر على الانبوت لاين للديكودر، بما انه الصفر واحد صفر صفر هي الباينري كود الديسيمال للديسيمال ديجيت اربعه، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت اربعه راح يكون اكتيف لو، بينما بقية الاوتبوت راح تكون هاي. اذا تم وضع الكومبينيشن بيت 0 1 1 1 على الانبوت لاين للديكودر، الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 7 راح يكون اكتيف لو، بينما بقية الاوتبوت راح تكون هاي. اذا تم وضع الكومبينيشن بيت 1 0 0 1 على الانبوت لاين للديكودر، بما انه الواحد صفر صفر واحد هي الباينري كود الديسيمال للديسيمال ديجيت 9، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 9 راح يكون اكتيف لو، بينما بقيه الاوتبوت تكون هاي. اذا بالبي سي دي تو ديسيمال ديكودر وذ اكتيف لو اوتبوت، احد الاوتبوت يكون اكتيف لو اعتمادا على الكومبينيشن بيتس التي يتم وضعها على الانبوت ساين للديكودر، بينما بقيه الاوتبوت تكون هاي. تلاحظون بالاكتيف لو اوتبوت ديكودر كل اوتبوت يمثل لنا اوتبوت لبوابه ناند، بينما بالاكتيف هاي اوتبوت ديكودر كل اوتبوت يمثل لنا اوتبوت لبوابه اند. نلاحظ الايس الخاص بالبي سي دي تو ديسيمال ديكودر. مثل ما تلاحظون طلابنا عندنا اكتيف هاي اوتبوتس ديكودر وعندنا اكتيف لو اوتبوتس ديكودر. بالاكتيف لو اوتبوتس ديكودر تلاحظون عندنا بابل امام كل
output. بينما بالاكتف هاي اوتبوت ديكودر تلاحظون عدم وجود بابل. نلاحظ عند وضع كومبينيشن بيتس معين على الانبوتس لاين للاكتف هاي اوتبوتس ديكودر، تلاحظون انه احد الاوتبوت راح يكون اكتف هاي بينما بقيه الاوتبوت راح تكون لو. تلاحظون الان وضعنا الكومبينيشن بيتس 1001 اللي هي تمثل لنا الباينري بيتس للديسيمال ديجيت 9. فتلاحظون الاوتبوت اللي يمثل الديسيمال ديجيت 9 راح يكون لوجيك 1 بينما بقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها 0. بالتالي تلاحظون بالاكتف هاي اوتبوت ديكودر احد الاوتبوت راح يكون اكتف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس التي يتم وضعها على الانبوت ستاين للديكودر. تلاحظون اذا وضعنا الكومبينيشن بيتس 0001، الصفر صفر صفر واحد يمثل لنا الباينري بيتس للوجيك 1، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 1 راح يكون اكتف. تلاحظون اكتف ليش لوجيك 1؟ لان عندنا اكتف هاي اوتبوت، ما عندنا بابل، فبالتالي احد الاوتبوت راح يكون اكتف هاي اللي هو الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 1، بينما بقيه الاوتبوت راح تكون لوجيك 0. اذا وضعنا الباينري بيتس 0011، الصفر صفر واحد واحد هي الباينري بيتس للديسيمال ديجيت 3، فتلاحظون انه الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 3 راح يكون اكتف لوجيك 1، بينما بقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها 0. نوع الديكودر عندنا اكتف هاي اوتبوتس، لذلك الاوتبوت الذي يتم تفعيله يكون لوجيك 1 بينما بقيه الاوتبوت تكون لوجيك 0. بينما بالاكتف لو اوتبوت تلاحظون انه الاوتبوت الذي يتم تفعيله يكون لوجيك 0 بينما بقيه الاوتبوت تكون لوجيك 1. تلاحظون عند وضع الكومبينيشن بيتس 1001 على الانبوت ستاين للديكودر، يا اوتبوت راح يكون اكتف بما انه الكومبينيشن بيتس 1001 تمثل لنا الباينري بيتس للديسيمال ديجيت 9، فالاوتبوت اللي يمثل الديسيمال ديجيت 9 راح يكون اكتف وبقيه الاوتبوت راح تكون 1. لماذا الاوتبوت الذي كان اكتف قيمته هو 0؟ لان عندنا اكتف لو اوتبوت ديكودر امام كل اوتبوت بابل، فالاوتبوت الذي يكون اكتف راح تكون قيمته 0 بينما بقيه الاوتبوت راح تكون قيمها 1. تلاحظون اذا وضعنا الكومبينيشن بيتس 0001 اللي هي الباينري بيتس للديسيمال ديجيت 1، فتلاحظون الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 1 راح يكون اكتف. اكتف راح يكون لوجيك 0 لان عندنا اكتف لو اوتبوتس ديكودر، بينما بقيه الاوتبوت تلاحظوها تكون لوجيك 1. اذا وضعنا على الانبوتس لاين للديكودر 0011، بما انه 0011 هي الباينري بيتس للديسيمال ديجيت 3، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 3 راح يكون اكتف. اكتف لو قيمته 0. لماذا اكتف لو قيمته 0؟ لان عندنا اكتف لو اوتبوتس ديكودر، بينما بقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها 1. اذا بالاكتف لو اوتبوتس ديكودر الاوتبوت الذي يكون اكتف تكون قيمته 0 بينما بقيه الاوتبوت تكون قيمتها 1. بينما بالاكتف هاي اوتبوتس ديكودر الاوتبوت الذي يكون اكتف يكون قيمته 1 بينما بقيه الاوتبوت تكون قيمتها 0. نلاحظ اللوجيك دايجرام للباينري تو اوكتال ديكودر وذ اكتف هاي اوتبوت. لدينا 3 انبوتس لاين، لدينا 8 اوتبوت لاين. احد هذه الاوتبوت يكون اكتف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس التي يتم وضعها على الانبوتس لاين للديكودر. اذا كان الانبوتس لاين للديكودر 0000 اللي تمثل لنا الباينري بيتس للاوكتال ديجيت 0، ف
فالاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت صفر راح يكون اكتف هاي، بينما بقية الاوتبوت راح تكون لو. اذا كان الباينري بيتس على الانبوت سلايد للديكودر 0 0 1، بما انه 0 0 1 هي الباينري بيتس للاوكتال ديجيت 1، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت 1 راح يكون اكتف هاي. تلاحظون لوجيك 1 وبقية الاوتبوت تلاحظوها لوجيك 0. اذا كان الباينري بيتس اللي موجود على الانبوت سلايد للديكودر 1 1 1، بما انه الواحد 1 1 هو الباينري بيتس للاوكتال ديجيت 7، اذا الاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت 7 راح يكون اكتف هاي وبقية الاوتبوت راح تكون لو. نلاحظ اللوجيك دايجرام للباينري تو اوكتال ديكودر وذ اكتف لو اوتبوت. لدينا 3 انبوتس لاين، لدينا 8 اوتبوت لاين، احد هذه الاوتبوت يكون اكتف لو اعتمادا على الباينري بيتس اللي موجوده على الانبوتس لاين للديكودر. تلاحظون اذا كان على الانبوتس لاين للديكودر 0 0 0، بما انه 0 0 0 هي الباينري بيتس للاوكتال ديجيت 0، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت 0 راح يكون اكتف لو، بقيه الاوتبوت راح تكون هاي. اذا كان الباينري بيتس اللي موجود على الانبوت لاين للديكودر 0 0 1، بما انه 0 0 1 هي باينري بيتس للاوكتال ديجيت 1، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت 1 راح يكون اكتف لو، وبقيه الاوتبوت راح تكون هاي. اذا كان الباينري بيتس اللي موجود على الانبوت لاين للديكودر 1 1 1، بما انه الواحد 1 1 هو الباينري بيتس للاوكتال ديجيت 7، فالاوتبوت اللي يمثل لنا الاوكتال ديجيت 7 راح يكون اكتف لو، وبقيه الاوتبوت راح تكون هاي. اذا تلاحظون بالاكتف لو اوتبوت ديكودر احد الاوتبوت يكون اكتف لو اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر، بينما بالباينري تو اوكتال ديكودر وذ اكتف هاي اوتبوت احد الاوتبوت يكون اكتف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر. تلاحظون بالاكتف لو ديكودر كل اوتبوت هو اوتبوت لبوابه ناند، بينما بالاكتف هاي ديكودر كل اوتبوت هو اوتبوت لبوابه اند. نلاحظ اللوجيك دايجرام لل 2 to 4 اكتيفاي اوتبوت ديكودر وذ انيبل انبوت. مثل ما تلاحظون انه الانيبل انبوت اكتيف لو اي يتم تفعيله بلوجيك 0. اذا كان الانيبل انبوت اكتيف احد الاوتبوت راح يكون اكتيف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر. اذا كانت الكومبينيشن بيت 0 0 فالدي 0 راح يكون اكتيف هاي وبقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها 0. اما اذا كانت الكومبينيشن بيت 0 1 الدي 1 راح يكون اكتيف هاي وبقيه الاوتبوت راح يكون لو. اذا كان الكومبينيشن بيتس 1 0، بما انه الواحد 0 هو الباينري للاثنين، اذا الدي 2 راح يكون اكتيف هاي وبقيه الاوتبوت راح تكون قيمتها 0. اذا كانت الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر 1 1، بما انه الواحد 1 هي الباينري للديجيت 3، اذا الدي 3 راح يكون اكتيف هاي وبقيه الاوتبوت راح يكون لو. تلاحظون انه احد الاوتبوت كانت قيمته اكتيف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجوده على الانبوت لاين للديكودر، بشرط ان يكون الانيبل انبوت مفعل. اذا كان الانيبل انبوت غير مفعل كان لوجيك 1. تلاحظون انه جميع الاوتبوت تكون لوجيك 0 بغض النظر عن الكومبينيشن بيتس اللي موجود على الانبوت لاين للديكودر.